التجربة دي عموما أثارت تحفظات كبيرة جدا، وعلى رأسها ورثة العندليب، وكان طبعا على رأسهم ابن شقيقه محمد شبانة اللي أصدر بيان. وأكد محمد شبانة إن أسرة العندليب الحقيقة يعني ستلجأ لمقاضاة أي شركة أو جهة تستغل صوت العندليب، وده طبعا حقه لأنه هم الحقيقة بيحاولوا يحافظوا على هذا الكنز الكبير زي ما حقنا احنا كمان كمواطنين، والله عايزين نحافظ زيهم. خلينا نشوف الأستاذ محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ. مساء الخير يا محمد. مساء الخير أستاذ شفكي، زي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. أنت عارف أنا أول واحدة عبد الحليم عندي، بالنسبة لي يعني زيك بالظبط، يعني طبعاً مش ممكن الواحد يعني يقبل أنا أبدا. جدا حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك لخصتي فيها فعلا كل حاجة والله. حقيقي قول لي أنت بقى لما سمعت المقطع ده، أنا عاوزة يعني مش بس أنت عشان ابن أخت عبد الحليم، بس هذا المقطع يعني لما سمعته يعني إيه اللي أثرت يعني تحفظاتك فيه؟ الحقيقة أنا كنت مستاء جدا، يعني لأنه شيء صناعي في صناعي ومتفبرك، يعني مش حاجة حتى معموله حتى حلو الواحد يقول يسمعها يقول والله يعني نفكر، انما ده شيء قفل الباب خالص، يعني خلى الحكايه سيئه جدا. يعني عبد الحليم عارفه لما كان بيغني طبعاً. الحاجه بيختارها باحساسه اولا، صحيح، وبعدين بيشتغل على الكلام وبيشتغل على اللحن وبيشتغل على التوزيع، هتلاقي اغانيه كلها متكامله، يعني ما فيش غنوه كان بيعدي فيها مزوره ولا كلمه ولا حرف ولا الهوى. لا وخد بالك عبد الحليم كان صوت بينتقي كل شيء، يعني حتى هو احيانا، واكيد انت عندك ده في التسجيلات، عبد الحليم غنى للسيده ام كلثوم ودارت الايام، بس غناها باختياره، طبعا صحيح باختياره صحيح. هو يعني. ايوه بالظبط، هنا نقطه اختيار الفنان، فهنا صحيح. عدم وجوده بيخلي بقى ورثه اي فنان هم يبقوا الحامي بتاع الـ 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 الكنز بتاعه ده يعني. بالظبط. وبعدين انا قلت لو احنا لو جمهور عبد الحليم قدام التقنيه دي بقت حاجه جامده جدا وبقت حاجه يعني ممتازه، وجمهوره طلب انهم يعملوا حاجه زي كده، نعمل حاجه زي كده ونيجي نعملها والله ونستخدم فيها احسن اشياء، ولكن طلعت برضو مش لياقه، استحاله تنزل طبعا. يعني. وعلى فكره هي أنا كمان بنواكب العصر، هي كمان نحس ان عبد الحليم موجود فعلا باغانيه طبعا، حتى لحد دلوقتي ولسه احنا لغايه دلوقتي حمام بنسمع على عبد الحليم العربي، طول الوقت فمش محتاج وموجود. يعني حاجه زي كده، الا لو جمهور الطلب الحكايه ممكن نفكر فيها ونشوف نعمل ايه، ولو طلعت وحشه برضه مش هننزلها يعني. طيب الحاجة التانية كمان إنه حتى الأغنية أنا شايفاها تسيء لأغاني كمان عمرو دياب، يعني طبعا، هي كمان لان عمرو حلوة بغنيها بس طبعا برتمك بإحساسه، هو بإحساس وبطريقته عمرو دياب. وبروحه وباحساسه، طبعا طبعا، يعني لا هو عبد الحليم ولا هو سابوا الغنوة بتاعت عمرو في حالة، فكده حاجة يعني هلامية كده. طب قول لي أستاذ محمد، إصدارك للبيان سريعا، البيان ده يعني ده البيان الأول في حال إنه تحس إنه في ناس بدأت تستغل ده، إيه التصرف اللي ممكن تعمله؟ لا على طول نشوف مين اللي عملها وعلى طول ناخد معاه الإجراءات القانونية، ده اللي بيحصل على طول، لأنه ده المسألة دي مش هزار. عبد الحليم ده صاحب رسالة وليه جمهور عريض جدا وإلى الآن وغيروا عليه جدا، يعني ده أنا ممثل لجمهور عبد الحليم دلوقتي، ده أنا زي طبعا مش طبعا لأسرتي بس، طبعا أنا ممثل لجمهور عبد الحليم وبدافع عنه زي جمهوره بالظبط، ويعني وزي كأنه عايش إن شاء الله، وناخد حقه يعني بإذن الله، ومحدش يقدر يعمل حاجة دي تاني. طيب خلينا هنا واحنا بنتكلم عن ده عن الغناء الطبيعي بقى، يعني غنى لمين حليم غير للسيدة أم كلثوم؟ غنى رحين الغورية، وغنى الحب جميل للسيدة ليلى مراد، ليلى مراد، وغنى الأستاذ عبد الوهاب برضه حاجات كتيرة، غنى لعبد الوهاب وغنى وغنى لليلى مراد النجاة، وغنى النجاة، أعتقد هو غنى النجاة فايزة، كمان وفايزة. يعني وغنى حاجات كتير، غنى حاجات كتيره جدا. عبد الحليم كان اي غنوه بتعجبه لحد تاني كان بيغنيها، كانت حفله خاصه بيستاذن الملحن، يعني كان بسيط وسهل كده وجميل، فاهمه ازاي؟ اللي يعجبه بيروح يغنيه عادي، ومنافسه شريفه وطعم تاني للغنوه، طبعا. بيحط طيب طعم تاني السؤال للغنوه التاني، خالص. لو في ملحن خبط على بيت عبد الحليم وعلى ورثة عبد الحليم وقال لهم أنا عندي ألحان حلوة هستأذنكم في نبرة صوت عبد الحليم وامشوا معايا خطوة خطوة، اقول لك، انا قلت لك الحاله دي الوحيده اللي ممكن نعملها في حاله طلب ان جمهور عبد الحليم يطلب ده، إن بس جمهور عبد الحليم يوافق على كده؟
يطلب ده. يطلب جمهور عبد الحليم لأن نفسه لان هم عندهم استكفاء، يعني هو عامل كفايه، عامل منتج ما شاء الله نمره واحد على 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 مر العصور، وهيفضل ان شاء الله لاخر الزمن. يعني انت ساعتها مثلا هتطرحها للاستفتاء، مثلا تقول احنا هنخلي عبد الحليم مثلا يغني لعمرو دياب، او يغني مثلا لانغام؟ لا لا لا، يغني غنوه جديده خالص، غنوه جديده خالص بصوت بصوت عبد الحليم كده. احنا نشوف كده، نشوف والله لو طلعت كمان نسمعهم حته، لو طلعت الامور قال لك لا يبقى لا خلاص، هو ده جمهوره، هو ده يعني القاعده العريضه اللي احنا بنقف عليها، وحبهم هو اللي موقفنا لحد دلوقتي، وهكذا. يعني انت عارفه الاجيال ده، اجيال بتجي لنا 12 سنه و8 سنين بيحبوا عبد الحليم. طبعا يبقى انا اذا يعني الخلاصه اللي انا فهمتها، ربنا يديله سر من عنده كبير جدا وحب جميل. هو تعب في حياته صراحه واجتهد، والحمد لله ربنا عوضه لحد دلوقتي والى الابد ان شاء الله، يعوض حب الناس. اكيد. يبقى انا الخلاصه اللي انا عرفتها منك كده استاذ محمد، انه غير مقبول انه ابدا صوت عبد الحليم او استخدام رمره عبد الحليم في الذكاء الاصطناعي ويغني لاي مطرب مهما كان مين المطرب، ولكن في هذه الحاله لو طلب جمهور عبد الحليم هيغني عبد الحليم نفسه باغنيه جديده لم تغنى ابدا قبل كده، فتبقى كان عبد الحليم يعود ويغني من جديد. مظبوط كده الكلام؟ بالظبط، في حال طلبهم هم، يعني في حال طلب موافقتهم على 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 نزول غنوة زي اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا. هيفضل عبد الحليم هو الاسطوره الغنائيه والمصريه الجميله. بشكرك جدا. ابن شقيق عبد الحليم حافظ الاستاذ محمد شبانه. عايزه اقول لكم يعني الذكاء الاصطناعي ده مثلا لو عبد الحليم غايب مثلا عننا او ما بنسمعهوش، ده انت موجود في الاذاعات المصريه بتسمع عبد الحليم، في على راديو النيل ساعه يوميا على نغم، ساعه للعندليب من 8 ل 9، وساعه ثانيه لام كلثوم. ده معناه ايه؟ معناه ان هم ما غابوش، هم ما زالوا موجودين بيغنوا ويطربوا حتى هذه اللحظه. لا، وبينافسوا. ما انت لما تحط عبد الحليم على خريطه غنائيه لمحطات مصريه موجوده، معناها ان هم ما زالوا موجودين في الصوره وفي منافسه حقيقيه. هي دي الحقيقه.